دائرة التمثيليات تقدم أيها الوطن الذي أفرز من أوجاعه حكايات مؤلمة، لن تهان رايتك ولن يهون شعبك، وستبقى حكاياتك منارة للأجيال القادمة. حكايات من الوطن. حكايات من الوطن. برنامج درامي أسبوعي يسلط الضوء على أوجاع الوطن والمواطن التي خلفتها الحرب الهمجية على بلدنا سوريا. التأليف أحمد السيد، المخرج المنفذ أمير دياب، حكايات من الوطن، إخراج فراس عباس. نهاية رجل شريف. مرحبا أختي. أهلين يا أخي. وينه جوزك؟ ماله هون؟ خير في شي؟ أنا من مؤسسة الكهرباء، فكيت العداء تبعكم لأنه مكسور عليكم 3 دورات، بقى لما يجي بلغيه حتى يراجعنا خلال يومين أو بيلتغى الاشتراك تبعكم. ها طيب الله يخليك، خلينا العداد لا تفكه، وبس يجي أنا ببعته لعندكم. آسف أختي آسف، معي أمر بفك العداد، إذا دفعته خلال يومين برجع بركبه أو بيلتغى الاشتراك. ماشي أخي، بس يجي جوزي رح أقله. يلا السلام عليكم. عليك السلام. مين هذا ماما؟ هذا موظف الكهرباء، أجا فك العداد وصفينا بلا كهرباء. هذا اللي كان ناقص، دقي لبابا بلغيها شي بلكي بيلحقون. ومن وين بده يجيب مصاري يدفعلن يا ماما؟ خليه يدبر حاله، كل شي ولا الكهرباء ماما. كهرباء ولا إجرة بيت ولا مصاريف ولا البراد اللي صلت 3 أشهر خربان. لك آخ آخ على هالعيشة يلي ما بقى تنطق. هاتي أعطيني الموبايل لدق لأبوك. خدي خدي ماما خدي خدي. مرحبا فارس. أهلين كوثر، خير في شي؟ جماعة الكهرباء اجوا فكوا العداد وقال لازم تدفع خلال يومين أو رح يلغوا الاشتراك. بقى دبر حالك ولحقهم قبل نهاية الدوام. بسيطة كوثر بسيطة، أنا متوقع هالشي، رح شوف كيف هلأ بدي دبر مصاري. يلا خاطرك. الله يكون معك. أهلين وسهلين، تفضل أمرني. عمي تشتري هالموبايل؟ ورجيني على شو؟ ها تفضل. هذا قديم كتير، يعني ما له زبونات. خده بقد ما بدك لأني مضطر على مصاري، يعني ما بيسوى غير 2000 ليرة. ماشي يا سيدي، بعتك الله يبارك لك فيه. تكرم عينك. سهلا. مني أنا فارس يلي فكيتوا عداد الكهرباء من بيته قبل شوي. إيه إيه إيه، جاي تدفع أخي؟ قديش المبلغ لو سمحت؟ ورجيني ورجيني لشوف. 7000 ليرة عن 3 دورات. لا حول ولا قوة
إلا بالله العلي العظيم. طيب أخي، ممكن ادفع دورة هلأ وبآخر الشهر بكمل الباقي؟ والله يا أخي صعب، لازم تدفع كل يلي مكسور عليك حتى نرجع لك العداد. دبرها بمعيتك، الله يرضى عليك. عم قل لك صعب، أرجوك لا تحرجني. لا حول ولا قوة. ماشي، شكرا لك، مع السلامة. شو هاد منى؟ ليش كندرتك مهترية وبلوستك مجعلكة؟ معقول انتي صبية حلوة وتطلعي هيك؟ تركيني بهمي لما، رح انجلط من كتر الهموم والمشاكل اللي نزلت علينا دفعة واحدة. نفس المشاكل المادية معي؟ ايه نفسها، بس زادت اليوم انه مفكوا لنا عداد الكهرباء، لهيك ما كويت بلوستي، وهي الكندرة من الشتوية الماضية ما قدرت اشتري واحدة جديدة. شوفي منال، أنا وضعي مو أحسن من وضعك، بس ليكني أنيقة وعايشة حياتي بالطول وبالعرض ومو ناقصني شي. يلي عم تعمليه أنتي أنا ما بقدر أعمله لما، لأنك مجنونة وما بتعرفي تعيشي. طيب كيف بدي أعيش بدون ما شوه سمعتي؟ يا منال، يلي بده يحكي عليكي ما له أنبل منك ولا أشرف منك. بعدين يعني أنا ما عم قلك روحي اشتغلي رقاصة أو شي تاني لا سمح الله، اعملي مثلي، كل ما بتلاقي خروف خورفي. ما فهمت شو يعني خروف؟ كيف يعني خورفه؟ ما فهمت. الخروف هو الرجال المليان مصاري، يعني الرجال المهبل، وتخورفي يعني تاخدي منه يلي بدك ياب شطارتك وحدائتك، وانتي يعني ما بينقصك هالشي. بس مو عيب أعمل هالشي لما؟ ما قلتلك انك مجنونة وفقرية؟ أولاً انتي ما رح تعرضي حالك، الخواريف هنن يلي رح يركضوا وراكي لأنك حلوة وبتاخدي العقل. تانياً أي غلطة رح تغلطيها رح تاخدي تمنى مصاري، ومصاري مو بالعقل، ولما بدك تصلحي هالغلطة ما في أسهل من هيك. ما فهمت عليكي. الظاهر بدك دروس بالحياة، امشي معي لا أعطيكي أول درس. فارس، خذ موبايلي كمان وبيعه، يمكن يكفوا المصاري لسدد فاتورة الكهرباء. اي والله مو عيشة عيشتنا بدون كهرباء. طول بالك يا كوسار، بصراحة انا عم فكر بشغلة ان شاء الله تزبط معي. وشو هي هالشغلة؟ صاحبي ابو غسان عم يشتغل بشطف دراج البنايات، وقال لي ممكن اشتغل معه. قولي على قامتي ان شاء الله، هي اخرتك يا فارس شطاف دراج. شو بدي أعمل يا كوسار، الظروف أجبرتني. لك إيه والله، لما شفت كندرت بنتي منال مبارح انحرق قلبي عليها. إيش أنا ما انحرق قلبي كمان؟ لا عندها أواعي للطلعة، ولا عندها شنتاية مثل العالم، ولا كندرة. ولك آخ، بس شو بدي أقول؟ الله بيدبرنا يا بنت الحلال، طولي بالك. طيب ما فيك تأخذ قرض على راتبك التقاعدي؟ راتب التقاعدي كوسر، مشان الله خليني ساكت احسن. شباب تركيني بهمي، الله يرضى عليك. امرك، رح اتركك. اسمعيني منيح منال. عم بسمعك. في عندي شاب بياخد العقل، حليوة وكريم كتير وقلبه طيب، وفي عنده محل ألبسة نسائية بنص الصالحية. وطلب مني بنت حلوة تشتغل معه، بس يعني بده اياها تكون لشغل المحل وللنغنشة، وانتي ما شاء الله عنك حلوة ونغشة مو ناقصك شي. بس أنا أهلي ما بيخلوني أشتغل. إيه ساعات أحطيهم تحت الأمر الواقع، قولي لهم أنا بدي أشتغل لساعتكم وإكسي حالي، شو رأيك؟ طيب وهذا الشاب شو بده مني؟ ايه منال لا تجدبيها، فتحي لي مخك شوي. خدي هدول شويه ثياب جبت لك ياهن مشان تلبسيهم لما نروح لعنده. يلا يلا تحركي. ماشي.
ليش فارس؟ خلي هالبنت تشتغل وتطلع من جو البيت وتصرف على حالها بالقليلة. وصاحب هالمحل يلي بدها تشتغل عنده آدمي؟ هذا عن طريق رفيقتها لما، وأنا لما بعرفها منيح بنت آدمية ومحترمة وبتحبها لمنال كتير. إيشو عليه؟ أمري لله، موافق. اسمع حسان، جايبت لك بنت مثل القمر وما باست امها الا امها، وهالبنت فقيره يعني بسلامه فهمك. وفهمتيها انا شو بدي؟ لا تجدبها حسان، ليك اعطيها يلي بدها اياه وخذ منها يلي بدك اياه. واضح كلامي؟ لك واضح واضح يا حلوة، تقبري قلبي. يلا يلا هز لي كتافك، هات ناولني انينة بعرفان تقيله، ولا فكرك عم اشتغل لك ببلاش؟ لك تكرم عينك، لك خدي اللي بدك يا. شكرا. لك ان شاء الله ما بيبلى، لك تقبري قلبي شو بيلبق لك اللبس الحلو، طالعة مثل الأميرة. يكتر خير رفيقتي لما اللي عطتني ياهن. معلش ماما، أزمة وبتمر إن شاء الله، المهم ديري بالك على حالك وخليكي قد حالك، ها، وانتبهي لشرفك وكرامتك يا أمي، لأنه هدول ثروتنا يلي محافظين عليهن وما فرطنا فيهن أبدا. إيه 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 ماما، لا تخافي على بنتك، يلا بخاطرك أنا تأخرت. الله معك يا روحي. ايه شو هاي؟ ايه والله ما كانوا لابقين لي هالتياب مثل مو لابقين لي، عن جد طالعة بتجنني منال. لما الله يخليكي، خليني مجرد موظفة بالمحل عند رفيقك. وهي علينا منال بلشنا؟ ليكي بس جربي هاليومين وبعدين احكي. ماشي ماشي رح جرب. لك لما، شو البنت هي اللي جبتي لي اياها؟ لك من اول ما فاتت على المحل وهي قلبي بوزه، لك وكل ما لمستها وقربت عليها بتتكهرب مني وبتبعد عني. العمى اي طول بالك عليها حسان، شوي شوي عليها، انت معلم وما بدي علمك. على كل حال هلا بدي اقلها وبحاول طريها شوي، بس يعني انت ناولها كم ليره على الحساب، بلكي بتحس فيك يا معلم. تكرمي تكرمي انت وياها. تفضل بابا، هدول 5000 ليرة مشان تدفع فاتورة الكهرباء. من وين جبتينه لك بنتي؟ اي لسه محلك تشتغلي. ايه بابا، المعلم ابن حلال اعطاني دفع على الحساب. ايه يكتر خيره، بس لك بنتي طمنيني، انتي مرتاحة بشغلي؟ ايه الحمد لله كتير مرتاحة، ورفيقتي لما ما عم تتركني ابدا. انت شو بابا، لقيت شغل؟ ايه بابا، ايه انا عم اشتغل بسوق الخضرة مع واحد صاحبي. إيه؟ يلا انا راي على شغلي، بدك شي لك بابا؟ سلامتك بابا، لا تنسى تمرق تدفع فواتير الكهرباء. انسى لك هاي شغلة بتنسى. خاطرك بابا. الله معك، مع السلامة. الله يعافيك. اهلا وسهلا. شو انت جديد عم تشرف الدرج؟ اي والله اليوم اول يوم. لكان اذا بتريد خذ كبكي سزبالي بالحاويه. عفوا، انا عم اشطف. ايه واذا عم تشطف
كل اللي بيشطفوا الدراج بيكبوا الزباله للجيران. لكن ليش عم تاخذ اجراء؟ ماشي ماشي، تكرم عينك، هذا الكيس. قول. تفضل سيد حسان، هاي القهوة. سكري باب المحل وقفليه من جوا وتعالي اشربي القهوة معي. أرجوك سيد حسان، ما عم بقدر أعطيك اللي بدك إياه. اسمعيني منيح، لك أنا بحب البنت الصعبة، لهيك رح أعطيك اللي بدك إياه وأكسيك من راسك لساسك وخمسة آلاف ليرة فوق منه. منيح هيك؟ يكتر خيرك، مبارح أعطيتني وكل يوم رح أعطيكي، بس أنت خليكي معي رواق، فهمتيني؟ ولا أنهي الموضوع معك وقلك الله معك. شبك فارس؟ ليش عم تبكي؟ ما بدي أقول إن هانت كرامتي، بس بدي أقول حسبي الله هو نعم الوكيل على النهاية الوسخة. أنا صرت عم كب زبالة الناس كرمال كم ليرة. لك آخ آخ يا كوثر. خلاص يا رجال طول بالك، الله كريم وبتفرش. خليكي أنا رح أفتح. ماشي. مرحبا سيد فارس. أهلين أهلين وسهلين أبو وحيد، تفضل تفضل. لا لا شكرا ما بدي فوت، بس جاي أحسمها معك مشان شغلتين. الشغلة الأولانية إجرة البيت، والشغلة الثانية قالوا لي الجيران إنه فكوا ساعة الكهرباء لأنك ما عم تدفع الفواتير. إيه والله، بس اليوم رحت ودفعت وقالوا لي. قالوا لك إنه التغى الاشتراك وصار بدنا عداد جديد. إيه إيه أخي أبو وحيد، إيه أنا مسؤول عن هالشي ولا يهمك. طيب وإجرة البيت؟ هي الشهر الثاني ما دفعت لي. والله يا أبو وحيد مارق بظروف صعبة، بس الحمد لله بلشت تنحل إن شاء الله. طول بالك علي كم يوم بترجعك. أخي معك لآخر الشهر، يا أما بتدفع لي ثلاثة شهور لقدام يا أما بتفضي البيت بخاطرك. لحظة 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 أبو وحيد، بس قلت اللي عندي والباقي عندك. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا اللي صار معي يا أبو غسان، ومحتار شو أعمل وين روح بحالي أنا ومرتي وهالبنت. طول بالك فارس طول بالك، بكرة بترجع لبيتك اللي تهجرت منه وبتفتح محلك وكل أمورك بتصير تمام. لا تذكرني كرمال الله يا أبو غسان، شوف وين كنا وين صرنا، ويلعن أبو هالحرب يلي خربت بيوتنا ونزعت حياتنا. باينتك معصب كثير. يلا قوم خلينا نبلش شغل قبل ما يرجع أولاد المدارس ويوسخوا الدراج. يلا يلا. قلعني من الشغل بطريقة كتير بشعة وما عطاني ولا ليرة من إجرتي. هاي اتصل فيني وقال لي هذا الشيء. بديك الصراحة منال، انت وشك مو وش نعمة، لهيك خليكي بفقرك وحاجتك. يعني يا أما ببيع شرف يا أما شرف. ما بيطعميكي ولا بيكسيكي ولا بيجيب لك مصاري. حبيبتي أنا دليتك على الطريق وانت رفستي النعمة برجلك. لما انت قبلانة على حالك تكوني مأجورة عند شاب. والله يا حبيبتي لو ماني قبلانة ما كنت شفتيني بهالجخ والرخية اللي أنا عايشة فيه. على كل حال صفيت هي مشكلتك وانت حرة. ماشي أنا رح أرجع أقعد بالبيت وحافظ على شرفي وسمعتي وسمعت أهلي،
ولو بموت من الجوع ما بخلي حدا يلمسني بالحرام. خاطرك لما الله معك، خلي الشرف ينفعك. خير ماما؟ شو صاير معك حبيبتي؟ احكيلي. تركت الشغل ماما. حبيبتي بالناقص من الشغل، بس ليش عم تبكي؟ ما في شي ماما، نحس لحقنا وين ما منروح. احكيلي شو صاير معي؟ خلاص ماما، المهم أنا تركت الشغل ورح دور على شغل جديد. ماشي حبيبتي، قومي غسلي وشك وانسي الموضوع، يلا تقبريني. حاضر. وحيد. مرحبا. أهلا وسهلا. خود أخي تفضل، هاي إجرة البيت عن الشهرين المكسورين عليه. بس أنا قلت لك بدي 3 أشهر قدام. الله يرضى عليك يا أبو وحيد، خلي عندك شي لله. أنت شايف وضعنا وحالتنا وكركبتنا. هاي مشكلتك أخي، أنا مالي فاتح جمعية خيرية. يعني شو؟ لو سمحت بكرة بدي البيت، أحسن ما أضطر إلجأ للشرطة وطالعك منه بطريقة مو حلوة. طيب طيب الله يخليك، أعطيني مهلة للاقي بيت غيره. يا سيدي ماشي الحال، معك مهلة أسبوع. منيحك يا سيدي، كتر خيرك. طلعي لوصلك بسيارتي ديكا واقفة هنا. لا لا شكرا. طيب على فكرة، انت دريتي شو صار مع رفيقتك لما؟ لا خير ما دريت. واحد من اصحابها شافها مع واحد تاني وصارت خناقة طويلة عريضة، عشان هيك اطلق النار عليها، اصابها برصاصتين وهلا هي بالمستشفى وحالتها خطرة. وين؟ بأي مستشفى؟ يعني قالوا لي بالمواساة. عن اذنك. اهلين. هاي نهاية الطريق اللي انت هربتي منه وانا تورطت فيه. كنت مفكرة حالي شاطرة وبقدر ناطح الخواريف، بس طلع قدامي خروف وحش أخذت منه كتير مصاري بزمناتي، ولما فلس تركته ورحت لعند غيره. قام شافني معه وطلبني فقلعته، وطبعا هو ما تحمل هالموقف ووصني بمسدسه ووجدت الطلقة بعمودي الفقري. ولا ليكني ليكني مقعدة، صار معي شلل يا منال، صار معي شلل. سلامتك حبيبتي، سلامتك يا لما. منال لا تواخذيني، سامحيني، كنت احورتك معي، بس انت طلعتي اعقل مني وغيرتي طريقك. انا ما بقدر اعمل هالشي يا لما. ولا انا يا منال، بس الجوع والحاجة والفر، الله يلعن أبو الفر. أنا بنته من حقي أعيش، بس مو هيك، مو هيك بتكون الحياة. أنا غلطت، غلطت وعمت بعد ما غلطتي. سامحيني منال، سامحيني. الله يسامحك حبيبتي، الله يسامحك ويشفيك يا رب. الله يسامحك.
قولي على قلبي لما هيك صار معها؟ لا 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 مو معقول، أنا ماني مصدقة. ماما أنا رح أحكي لك كل شي بصراحة. ليش في شي تاني صاير كمان غير يلي سمعته؟ إيه ماما في شي بخصني أنا ولما. قولي على قلبي لا تكوني. لا أمي لا، كانت كلمتك اللي قلتي لي إياها هي القانون اللي مشيت عليه، مو أنتي قلتي لي إنه الشرف والكرامة هنا ثروتنا اللي عايشين فيها؟ إيه. عادي لأحكي لك كل اللي صار معي. ماشي وهي قعدي. شباك انت عم تبكي؟ ما بحق لي ابكي بعد كل هالمصايب يا ابو غسان. لا حول ولا قوه الا بالله. اسمع لك، في بنايه من البنايات يلي عم نشطفها ترك الناطور، وامبارح سالوني عن ناطور يشتغل فيها وبيعطوه غرفه بالابو، بقى شو رايك توافق وهيك بتحل مشكله السكن وبيجيك كم ليره باخر الشهر بيساعدوك؟ شو ابو غسان بدك ياني اشتغل ناطور وعيش بغرفة معفنة بالأبو؟ مو أحسن ما تصفى بالشارع فارس؟ معك حق، الله يلعن أبو هالحرب يلي زلتنا، الله يلعن أبو هالحرب يلي زلتنا وخلتنا نعيش بهالطريقة البشعة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا. يعني بابا انت كل هالفترة كنت عم تشتغل بشطف الدراج؟ ايه بابا، مو احسن ما نحتاج الناس ونمد ايدينا لهم؟ بابا أه؟ انا بفتخر فيك وبرفع راسي لما اقول انك ابي. يعني بابا انت موافقة انك تسكني بغرفة بابو؟ طبعا موافقة بابا، ورح ساعدك كمان بشطف الدراج ونعيش بكرامتنا وشرفنا اللي هنن كل ثروتنا. الله يرضى عليك يا بنتي، الله يرضى عليك وما يحرمني منك. الله يخلي لي اياك بابا. انا قايمة افتح. مرحبا بنت عمي. منير اهلين وسهلين، امتى اجيت من السفر؟ امبارح بالليل، واليوم جاي لعندكم لامر كتير كتير ضروري. ايه اهلا وسهلا، تفضل. بابا هذا ابن عمي منير. يا ميت اهلا وسهلا، خليه يتفضل بابا. والله يا عمي ما لقيت ادفى من الوطن وحضن الوطن، لهيك رجعت وفي معي كم ليره ناوي افتح فيهم مشروع صغير على قدي وكمل حياتي بهدوء. الله يوفقك يا عمي. ايه عمي قبل ما اجيب اهلي حابب اخذ موافقتك. خير عمي، شو المطلوب؟ بصراحة انا جاي اطلب ايد بنت عمي منال. شو منال؟ على راسي عمي، انت مالك غريب، بس ما بعرف شو رأي بنت عمك. شو بابا سمعتي ابن عمك شو قال؟ بابا قبل ما اقول رأيي لازم منير يعرف واقعنا وحياتنا. بعرف، بعرف كل شي يا منال. وبتعرف بأنه رح نترك هالبيت ونسكن بغرفة بأبو؟ كمان بعرف، وشي اللي بدي قلك يا بأنه أنا اشتريت معمل جرابات بريف دمشق، وهالمعمل فيه سكن بيستوعب 3 عائلات، وبدي عمي من بعد إذنه يستلم إدارة المعمل وتسكنوا فيه كلياتكن معنا أنا ومنال. ما شاء الله، معناتها أمورك منيحة والحمد لله. الحمد لله مرت عمي، أنا كافحت واشتغلت والله أكرمني. الحمد لله. شو رأيك بابا؟ أنت اللي بتقرر بابا مو أنا. ماشي منير، بكرة منحكي بوجود أمك وأبوك وأخواتك. يعني موافق يا عمي؟ قلتلك أنت ابن أخي ومالك غريب، اتكل على الله وربنا بيقدم اللي فيه الخير. آمين. ألف الحمد لله يا رب. ونعم بالله. الحمد لله. مبروك يا بنتي. مبروك.
كانت حلقة اليوم بعنوان نهاية رجل شريف. إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع حكايات من الوطن. التأليف أحمد السيد. المخرج المنفذ أمير دياب. حكايات من الوطن إخراج فراس عباس.